وبفقرتنا ما قبل الأخيرة مشاهدينا وأيضا فقرتنا الطبية اليوم رح نحكي عن العلاج بالأوزون. سمعنا مؤخرا كثير عن العلاج بالأوزون وعرفنا أن طريقة علاجية بتأثر بشكل إيجابي على مبدأ عمل الجسم وبيتم استخدامه لدعم العلاجات الأخرى. اليوم رح نتوسع ونحكي عن هذا الموضوع وهي فوائده وهي طرق العلاج بالأوزون مع ضيفتنا الدكتورة نور محمود الخطيب بكالوريوس علوم تغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور دكتورة نور. كيفك؟ تمام. يعني انتم من وين بتجيبولنا اليوم كل يوم اختراعات جديدة بسوق التجميل؟ يعني صبايا ما أنا عم تلحق. تمام. يعني هلا هو العلاج بالأوزون هو علاج آمن. طيب خلينا نتعرف منك شو هو هذا. أول شيء العلاج بالأوزون هو عبارة عن الأكسجين الثلاثي. هو بيعطينا الشباب الدائم. فبتسمع انه وقت نفيق الصبح بيصير عندنا نصيبة. تمام. لانه بينزل غاز الاوزون على الارض وبناخذ نتنفس الاوزون. فالفكره انه غاز الاوزون هو غاز الشباب الدائم. فعملوا منه هيك اجهزه انه ممكن جهاز بالملامس الجلد وجهاز بالحقن بحيث انه نحن نحافظ على شبابنا الدائم. زائد انه نعالج كثير من الامراض. فهو بالطب البديل الاكثر انتشارا باوروبا حاليا العلاج بالاوزون. فاستخداماته متعدده، ممكن لعلاج مثلا اذا عندنا القدم السكري، لعلاج السمنة المفرطة، لعلاج البشرة الشحوب، لعلاج الكلف المزمن اللي ما بيروح لتطهير أنواع الفيروسات والبكتيريا كاملة، مثلا للقولاع اللي ما بيتعالج أبدا، للفطريات، للصوري له كتير معالجات، للغضاريف، للمفاصل. فهو كتير واسع بالاستخدام. طيب خلينا نحكي ونتوسع أكثر، كيف بتتم طريقة العلاج؟ شو هي؟ كيف تستخدم؟ وقديش مدة تقريبا؟ خلينا نحكي عن الشغلات البسيطة لنرجع للشغلات الأكثر حدة إنه ممكن تتعالج، مثل ما ذكرتي يمكن المفاصل أو هدول القصص. تمام. هلا أول شيء مثلا للبشرة، نحن في عنا جهاز بسيط ممكن نمشي على البشرة، هاي راديو فريكوانسي مع أوزون، بيعمل على تنشيط الدورة الدموية وبيعطيكي لايت للبشرة، بس مجرد نحن ما نمرق على البشرة. بيعالج الهالات السوداء، بشد الوجنات، بشد الجلد، بيروح التصبغات. تمام. اذا نحن بدنا نرجع لموضوع السمنة، لموضوع السمنة في ناس كثير عندها مثلا البطن المفرط، بيحاولوا كثير، ممكن عندنا مشاكل بالغدة الدرقية، عندنا مشاكل بفقر الدم، اكيد نحن بنعالجهم بالتغذية، ولكن وجدنا لهم شيء بديل مشان نعالجهم موضعيا بمكان السمنة، فممكن نعطيهم غاز الأوزون بمكان السمنة بيعطينا نتيجة مباشرة كشد جلدي، لأنه بنشط الدورة الدموية وولد الكولاجين والإلاستين. بتعرفي على تكرر الولادة بيصير عنا بيهدل البطن، فبنصير بيرتفع البطن وبيتحسن أكيد مع مساعدة الرياضة. أكيد نحن بدنا نقوي العضلات والنظام الغذائي بده يكون هو أساسي بالموضوع. بيحتاج عدة جلسات بهي الحالة؟ تماما، أكيد بيحتاج عدة جلسات على حسب الوزن والطول والعمر بينشغل، ولكن نتائجه كثير جيدة، زائد أنه بيزيد النشاط، بيزيد الحياة، بيحسن الصحة العامة. يعني فهو كأنه علاج تمام وتجميليا جيد بالنسبة للطبيعة. يعطي طاقة دكتورة نور. يعطي طاقة. تماما. اليوم خلينا نقول الشعب السوري كله بحاجة لهذا الإجراء، روحوا لإجراء الأوزون كرمال الطاقة. طيب اليوم عم نحكي إيجابيات عن هذا الإجراء، هل اليوم في سلبيات أو مخاطر على الجسم، أو هل في اليوم أشخاص ممنوع يستخدموا هذا الإجراء؟ هلا محاذير إنه لاستخدامه لا. يعني حتى اللي عندهم ضغط مرتفع يستخدم الأوزون، ولكن أكيد بأيدي خبيرة بده يكون، أكيد نحن دارسين الحالة الصحية بشكل كتير كبير، بدنا نكون نحن معالجين المريض، أكيد مو عنده غدة بنقول له والله أنت حتاخذ الأوزون، ما في حل سحري 100%، أكيد بده يكون هرموناتنا ممتازة، بدنا نكون نحن معالجين بشكل تمام، أكيد بعدين بناخذ معالجة بالأوزون للسمنة بالهي. هلا ممكن كمان نحن إذا حابين إنه نحكي عن الأوزون بشكل ثاني، ممكن نعمل ماء الأوزون. ماء الأوزون بيعمل لتنشيط الدورة الدموية وبيقضي على السمنة وآمن 100%. تمام. يعني ممكن هذا ماء الأوزون بنساوي بالعيادة ياخذوه، بيعالج السمنة المفرطة، وزائد انه بصد الشهية وبيحسن عمل الجسم، وزائد مثل ما عم بقول لك انه هو بيعطي لايت للبشرة لانه بيحسن الدورة الدموية. فغاز الأوزون بس يفوت على الخلايا بيعمل على ترميم وتحسين الخلية بشكل كبير، والفيروسات والطفيليات بيقضي عليها، فهو بيشتغل على وجهين، يعني بيقضي على المرض نفس الوقت بيحسن الجسم.
طب حضرتك عم تذكري انه بيدخل كثير من علاجات التجميليه لعلاج السمنه، وهذا الموضوع كثير شائع موضوع السمنه، وكثير اشخاص بيلجأوا لاي طريقه بس لحتى يخففوا وزنهم، وخصوصا يمكن في مراحل من العمر يمكن ما بيقدروا يعملوا اي شيء، لا بيقدروا ياخذوا ادويه ولا حتى عندهم قدره على الرياضه. هل في اعمار ما بيقدروا انه يلجأوا لهذا العلاج بالاوزون، يعني الاعمار الصغيره خلينا نقول؟ هلا اكيد الصغار، الاطفال نحن ما بنعرضهم للاوزون باي عمر تقريبا. هلا نحن الاطفال ممكن للحروق، اذا عندنا حرق درجه ثالثه بيعالج غاز الاوزون لو كان طفل صغير. هلا نحن في ناس بيضطروا انه بدهم مساعده، تمام، في عندنا حروق ما بتتعالج يعني بدها وقت طويل، بدها ترميم، بدها رقع، تمام. هلا في ناس ما بيلقم الجرح كمان تمام بشكل سريع، فنحن بنضخ غاز الاوزون ضخ، يعني نحن بنحطه بكيس مثلا له طريقه معينه وبنضخه ضخ، نحن ما حنفوته على الجسم بشكل مباشر، يعني مو هو عن طريق الانجكشن، ما بنعمل حقن، فنحن بنعطيه نتيجه، بنطهر له وبياخذ نتيجه كثير حلوه حتى لو كان عمره صغير. نحن بهيك بتكون ساعدناه انه ما يعلم الجرح، نعطيه نتيجه كثير حلوه وفعاله بنفس الوقت. اليوم دكتوره، هل هذا الاجراء شائع؟ يعني بتحسي انه هو معروف بين الناس او بحاجه دائما لثقافه لحتى نعرف فيه اكثر بفوائده بشو بفيدنا؟ هلا هو مو شائع كثير بسوريا، لا ما له شائع، في كثير ناس ما بتعرفه يعني. لا ابدا، غير شائع بسوريا، هو بالبلدان الاوروبا بالطب البديل كدرجه اولى هن بيعالجوا بالاوزون قبل ما يستخدموا اي شيء ثاني، بيعالجوا بالاوزون وبالاعشاب الطبيه، هن ما بتوجهوا ابدا للعقاقير. فالامام قال لك بيعالج القدم السكري، فيه حتى لو كانت القدم وصلانه للبتر بيعالج الاوزون، فحلوه انه الفكره انه بيساعد كثير ناس وبيعطيها امل بالحياه. طبيعي تمام، طبيعي لانه هو طبيعي، يعني بالنسبه لانه هو غاز امن، نعم. ما بيعطي سايد افكت، تمام، مضاره الجانبيه قليله، ما في مضار جانبيه باذن الله تعالى، زائد انه في منهم اجهزه مسح يعني على الجسم بس بتتمرق تمريق، تمام، وممكن تنضخ ضخ، يعني فانت ما بت يعني ما بتعطيهم السايد افكت اذا في ناس بتخاف، تمام. هذا بوصل لك. هلا بالنسبه اذا بدنا نرجع نحكي عن الناحيه التجميليه، ذكرتي انه هو يمكن عم يستخدم علاجيا اكثر مو تجميليا، يعني اليوم هل في احد السيدات او الشباب بيستخدموا هذا الشيء من الناحيه التجميليه؟ ممكن انه يكون ما بيواتي بشرته، ممكن انه يكون يعمل لهم اضرار سلبيه لبعدين؟ ابدا ما بيعمل اضرار سلبيه، نحن بنرجع ما له علاقه، ما له علاقه، هو عباره عن الطب التكميلي، نرجع بنقول لك، يعني اي خليه من خلايا اجسام الناس كلياتها بتتقبله، فهو يعني اكسجين ثلاثي، هو نحن بحاجه دائما لتنشيط دورتنا الدمويه، فالفكره انه نحن دائما نسعى للشباب الدائم، فهو بيعطي تنفس للبشره، نعم. ولايت، تمام، حتى بيقضي على تشققات الجلديه، بيقضي على الترهل، بيقضي على كثير اشياء، ممكن نحن نرافقه بجهاز اخر، يعني من نشط العضله، جهاز مساعد معه، ممكن ممكن مع راديو فريكوانسي، مع الامواج فوق الصوتيه، انه نشط الدوره الدمويه ونحفزها اكثر ونعطي غاز الاوزون مشان يعطينا نتيجه افضل. طيب اليوم ذكرتي انه نحن بحاجه لعده جلسات، صحيا وطبيا المفروض قد يكون في فرق ايام بين الجلسه الاولى والثانيه يعني حتى نفرق حالنا شوي؟ حتى نفرق حالنا اكيد بين ما يتحسن الجسم وتقوى الدوره الدمويه بدنا 15 يوم للشهر لحتى تعطي النتيجه اللي نحن بدنا اياها كفاصل زمني بين الجلسات. مكلف دكتوره اليوم؟ لا ما له مكلف، عادي عادي، يعني اليوم في الناس يعملوا يعني هيك تماما، ما له مكلف، وسط يعني كاسعار. بالنسبه لانه ليه الارخص من غيره بكثير؟ تماما، يعني هو بالنهايه امن، تمام، امن على الصحه، يعني لازم نحن دائما نبدي صحه الناس على تماماً. كل شيء، فنحن السمنه المفرطه او السمنه البطنيه بتساوي له الضغط، السكر، الكوليسترول، نحن اذا بتعمل امراض ثانيه كثير خطيره، تشحم الكبد، الكبد على الدهني، تمام، فنحن بنقضي عليهم بغاز الاوزون. ففكره الماء الاوزون كمان فكره كثير حلوه، بتعطينا نتيجه كثير حلوه وامنه 100% ان شاء الله. تماما، اليوم الاكثر الاجراءات الجراحيه قص المعده وهدول القصص يمكن لهم كثير اضرار سلبيه، وشفنا اشخاص فاتوا بمشاكل سلبيه، وفي اشخاص يمكن واتت جسمهم هي الشيء، انت عم تذكري شيء انه صحي، يعني اليوم هدول الاشخاص وقت عم بيروحوا لهذا الشيء عم بيفيدوا جسمهم، مو بس عم يستفيدوا من النتيجه اللي هنهم بدهم اياها. خلينا نحكي من حضرتك نصائح للاشخاص اليوم، لكل الناس اللي عم يحضروا للتوجه للعلاج بالاوزون. هلا بننصحهم اول شيء انه دائما ما نسهر بالليل، تمام، اذا نحن بدنا ناخذ شيء من الطب البديل، بدنا
نحاول انه نحن نساعد الاخصائي اللي عم يشتغل. غاز الاوزون هو غاز امن مثل ما قلنا، بنشط الدوره الدمويه، حيخلي دائما عندنا شباب للجسم ونضاره، زائد انه حيقضي لنا على السمنه المفرطه، رح يعطينا نضاره للبشره. ممكن انا كمان نحن بنعمل منه كريمات لماء الاوزون، بيقضي على الخطوط الدقيقه وبيحسن البشره وبيعطي إلاستين. فكمان كريم الاوزون كثير شائع عالميا، تمام، فبيعطينا كثير نتيجه حلوه حتى للمفاصل. ممكن الكريم كريم عادي يعطينا كثير نتيجه بالنسبه للمفصل ولترميمه. اليوم كل هدول التفاصيل اللي ذكرتيهم دكتوره نور يعني بخلوه اي حدا اليوم يحب يخوض هي التجربه لنقدر نعيش النتائج، وخاصه اليوم ونحن عم نقول اجراء تجميلي ولكن ايضا طبي علاجي. بدنا نتشكر حضورك لليوم دكتوره نور ونشكر كل التفاصيل اللي ذكرتيها، وهيك ان شاء الله بنلتقي بصباحات ثانيه بشيء بقصص جديده. يعني دائما معودتينا انت على شيء تتفردي فيه بعملك. الله يسلمك، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتيها، بقيه نهار حلو لك مثل ما بتتمني. اهلا وسهلا.